وتأكيدا على جهود مصر لإحلال السلام بالمنطقة، أشار رئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق خلال هذه المباحثات على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق. كما استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترحات تقديم هذا الدعم ثنائيا، فضلا عن الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن. لقد اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق، تحقيقا لرؤية فخامة الرئيس والأخ العزيز حسن شيخ محمود من أجل استعادة الأمن والأمان في الصومال بواسطة جيشه الوطني. وقد تناولنا مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائيا وبصورة مشتركة، فضلا عن دعم الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وبناء السلام في الصومال.